بين معنا اللمبات وعلامة الحصان هنا في الأرض زي ما صورنا لكم الموستنج قبل كده. ما شاء الله يعني كمية التبريد اللي موجودة، فتحات التبريد الموجودة في السيارة أمامية خيالية، والديفيوزرز موزع الهواء أمامي جانبي، يعني بتشوف قدامي فراري موستنج أمريكي أو لامبورجيني من الطراز الأول. الجنوطة البريمبو مخرمة، وزن خفيف، كفرات عريضة. من هنا ما أعرف، كل ما أنا بشوفها يعني تماما نيسان جي تي آر، وشايفها كمان الكورفيت زي آر 1 أو الكورفيت السي 7 الجديد، في شبه كبير فيها. المحرك الجديد الـ 5.2 لتر 8 سلندر 32 صمام 400 كامة 5200 سي سي 528 حصان، واسم المحرك فودو. الفودو اللي يعرف بالانجليزي كلمة فودو اللي هو السحر الأسود، البلاك ماجيك الفودو، وهذا جاي من قلب أفريقيا، وتلاقوه أكثر شيء في قلب القارة السوداء، وتلاقوه كمان في أمريكا في ناحية لويزيانا، كان المهاجرين أو العبيد اللي الملك الفرنساوي المجنون اللي شحنهم كلهم على هناك، فمن هنا جاي كلمة فودو. طبعا هذا اول محرك يتم تصنيعه زي الفراري واللامبورجيني. الكرانك شافت من تحت، عمود الكرانك يجي مسطح، ما هو دائري شويه. فواحده هذه كمان طبعا التقنيه مختصه اكثر شيء بسيارات السباق، والاول مره شركه فورد تستخدمها. واضح تماما عمليه انهم ناويينها زي ما يقولوا خزاوه. هنا حتى كاربون فايبر كومبوزيتس اللي هي مركبات الكاربون فايبر، تخفيف وزن، واضح تماما. حتى فاكرين كنت بقول لكم على فلاتر هواء رياضية لازم تكون معزولة عن الهواء الحار، هذا واحد من انواع العزل عشان لا يسحب الهواء الحار من الراديتر ودخل راس الماكينة وتخسر السيارة احسنة. وهذا لازم يكون عاد مفتوح مع راس الماكينة من فوق او لاي مكان، زي ما احنا شايفين هنا في الشبك في الكبوت عاملينه فتحة تبريد اضافية. طاقة تصرفية بنزين 9 كيلو لكل لتر، سيء جدا، بس يعني متوقع مع سيارة زي كده. التركيز تماما على الاحصنة والعزم بشكل جبار. هذا الصوت العادي، ودحين نحط الصوت الرياضي. لا دحين صار اعلى ثاني تماما. بس ما شاء الله تبارك الله، يعني الفرق في العزم وفي الصوت رهيب. كاميرا خلفيه خلاص. هذا الله يسلمكم هنا جي تي 350 شلبي 5200 سي سي في 8 وفلات كرانك شافت فورد برفورمانس. الكراسي ما شاء الله يعني كراسي اوروبيه ريكارو جي تي باكيت سيتس من الطراز الاول، يعني باين ان المخمل الكنتارا من جوا حلو، لكن يعني على عمليه الكراسي واضح انه تخطيط رياضي، وزن خفيف جدا، وزن خفيف جدا لأداء رياضي عالي جدا. رقم السيارة في الإنتاج ايه باين هنا الخط الإنتاج، شوف الرقم هناك المحدد هناك. ايوه الحديدة. ايوه شوف هو هناك الأبيض. ايوه هذا الأبيض. أيوه اللي هو صورناه. ايوه صورته باين. ايوه يا باين هذه ما شاء الله اول واحدة. هذه المساعدات الرياضيه السبليتر. ايش هو السبليتر؟ ما شاء الله كمان لسه في شيء اضافي. ايوه في سبليتر، لانه طبعا العملاء عندنا في كثير تتحك مع المطبات والارصفه. أيوه. تتكسر. ايوه فلازم هو هذا الزر بالنسبه هذا مساعدات رياضيه هنا المغناطيسيه نورمال ماجنتيك او سبورت. اي ماجنتيك رايد. التعليق الخلفي تعدل فيه شيء؟ ايوه طبعا مساعدات مستقله وماجنتيك دحين. هذه السياره الوحيده اللي تيجي بالماجنتيك. والستيرنج فيل اللي عمليه الدركسون يصير اكسى معاك ثابت رياضي او نورمال طبيعي. ايوه طبعا زمان الموستنجات العاديه اللي هي 2015 في ناس يقولوا لما تحطها على سبورت المساعدات تكسر، وهذا غلط. المساعدات زيت عاديه ما فيها شيء، ما يمديك تتحكم فيها. ايوه فهذه لا. طيب الان الله يسلمك وريني
احنا عندنا هنا قلت لك في عندنا زي الشلبه القديمه لحكايه التراك اللي هو عمليه الجوما الاكسلريشن. خش على التراك اب ايوه ويطلع معانا. هنا عندنا الاكزوست مود، هنا عندنا اللونش مود، المود ايه عندنا اول واحد اللاين لوك، هذا حق الحرق الجوما أيوه. حرق الكفرات حق البيرناوت اوكي أيوه. وهذا أوكي. الثاني اللانش كنترول اللي هو نظام التحكم بالانطلاق تقدر أيوه. انت تختار اي ار بي ام وتقوم عليه أيوه. ممتاز زي أول. زي الاولانيه نفس الشلبه الاولانيه ايوه الواد شلبي ايوه وهذا أيوة. الثالث اللي هو الاكزوست مود فلاحظ السياره دحين ادعس بنزين عادي صوتها هذا يعتبر طبيعي ده نروح له أيوة. نسمع السبورت صوتها هذه فيها كسرة قزاز الاولانيه كان صوت حلو الحين ممكن تكسر قزاز اللي وراك كثيرين يسالون على الشيء ده الشركه الوحيده اللي تديك اختيار شيء زي كذا في الموستنجات الجي تي حتكون الراوش لما تقدر تركب الاكزوز حقها وتشتري قطعه تركبها عليها عشان تقدر تخلي السياره فيها اختيار زي كذا هذا الراوش التعديل حق الراوش موستنجات جي تي بس الشلبيات من المصنع جاي فورمانس شيفت انديكيتور هذا عامل زي الفراريات لما يطلع لك في زي الريد لاين حقها أيوه. عشان تعرف الشيفت بوينت ايوه شيفت بوينت في شيفت بوينت حقتك كم الرقم حقه على ار بي ام ما شاء الله 8200 ار بي ام ايوه توصل لين 8000 واضح ان الشوط حق البستم قصير عشان ايش 8 سلندر توصل معك ل 8000 ار بي ام شوف انا مثلا ارفع لين 5000 ايوه عشان تنور معنا هو اللاين هنا يطلع النور هنا زي الخط الاحمر أيوه. حق الفرامل ذاك اللي بتظلم سياره قدامك أيوه. الانديكيتر هو نفسه استخدموه في هذا ايوه بيجي قدام هنا اوكي هذا بالنسبه له الار بي ام انه وصل لغايه 8000 هنا لانه مع اول مره فورد تستخدم اللي هو الفلات كرانك مسطح كرانك أيوه. فصار بديهم ار بي ام دوران ار بي ام عالي مره فتخيل تقدر توزن الريد لاين النور اللي يطلع هنا في القزاز معك القزاز الامامي أيوه. تقدر توزن لين 8200 فمثلا الحين حطيته على 5000 هذا الشيفت بوينت وفي شيفت صوت الماكينه برضه يديك صوت لو تبغى اوكي صوت التعشيق كمان على 5000 وزناه يقدر يدينا في ال 5000 برضه صوت عشان نعشق بدون ما تطالع في الارض ايوه يا صوت يا نور هذه مره حلوه وهذه شوف ايش مكتوب تاكوميتر ايوه اوكي فبيعطيك برضه اختيارات لها انت أيوه. تحسب الرايس تراك دراك ستريب كل تحسب التراك أيوة. بتحسب الدراج اللي هو التسارع 0% الدراج ايوه اوكي وهذا بالنسبه للتسارع لا ما شاء الله هذا حلو انا كان هنا عجبتني العدادات الاضافيه حقت ضغط الزيت وحراره الزيت واضح يا جماعه يعني ما بيمزحوا ابدا في السياره دي السياره طبعا تعتبر بالنسبه للمواصفات هذه اللي جايه السعوديه تعتبر مواصفات التراك باكج بكم سعرها دي؟ حاليا عندنا السياره ب 257000 بالسقف الاسود المطلي تقدر تاخذها بالاستيكرات ارخص ب 2255000 هذه بالنسبه للموديلات ال 16 يعني 257000 على السياره الرياضيه انا اعتقد انه سعر مغري جدا سياره بسيريال نمبر يعني عليها ارقام بالضبط عليها رقم انتاج كل شيء لا بس انا قصدي ما شاء الله على 528 حصان وزن خفيف اذا حطينا كمان شويه إذا حطينا كاديلاك السي تي اس في مثلا دي كان بنتكلم على 300 وكسور ألف أنا بنتكلم على 250000 فأنت دخلت على سيارة رياضية قوية جدا بسعر معقول وعلى الأقل يعني منطقي شوية لأنه 250000 في سيارات كثير جدا تشوفها ومعدية السعر في ناس يتكلم إنه السيارة ليش تيجي مثلا مواصفات ما عليها الإلكترونيك باكج سيارة عندنا جايبينها مواصفات التراك باكج الجي تي 350 بالمحرك الجديد اللي هو 5.2 الفود هذا فلات كرانك 528 أنا أشوف إنه لو تعطي القوة أكثر كل ما تكون السيارة فاضية ما عليها أوزان ساوند سيستم أشياء زي كذا لو حطينا عليها الإلكترونيك باكج والأشياء دي هتلاقي السيارة أثقل فبيقلل من تسارعها فطبعا اي واحد حتى لو تلاحظوا في امريكا الاغلب لما ياخذوا السياره هذه ياخذوها بالتراك باكج اللي هو مبردات المحرك مبردات اكبر ووزن اخف ومواصفات اقل شويه أيوه. عشان السياره روح روح طلع اللي في راسه كله في حلبة السباق وانتهينا الان اللي يبغى الكترونيه يبغى نفس رياضي ويبغى شويه دلع كمان يعني ما ينسى نفسه من دي ودي الثاني اللي اخذ التراك باكج ناويه خلاص يعني حلبة. لا بس بصراحه صوت الشكمان عمليه كمان خلينا نوريهم بالنسبه للسياره الحين صارت تجينا ستاندرد امامي 295 ل 35 زد ار 19 كفرات ميشلان الرياضيه 10 امامي 10 انش امامي والله عريض والله عريض عاده المعتاد يكون 8 ونص الخلفية 305 35 زد ار 19
جنط عرض 11. باينة كفرات عريضة، جنط عريضة طالع لبرا الرفارف، وعندنا سبويلراتنا الجانبية الموجودة من تحت اللي هو السايد سكيرت، التنانير الجانبية شغال عشان تنزل. ايوه في حركة حلوة مع السايد سبويلر. باين داخل من جوه كذا وطالع لهنا. فيها تفاصيل ما بتبان مع الناس. اللون الابيض حلاوته تبين، اللون ابيض احمر ازرق تبين التفاصيل الدقيقه، الاسود ما يبان في كثير. في فتحات هنا ما تبان من الموديل الجديد، تقدر الهواء يخش من هنا، الشغلات الانسيابيه برضه هنا الدفيوزر الامامي تلقى السبلت حقه يخش من هنا من هنا هواء، شوف بيوسعوها تيجي تطلع من تحت الفندر الاجنبي. تبريد وتبريد المبردات الاضافيه كلها حتى لها مسارات. سؤال الان السبلتر الامامي اللي بتركبه فين بيركب؟ السبلتر الامامي يجي الثاني ويجي هنا تحت الامامي. أيوة. فطبعا العملاء عندنا في ناس ياخذ السياره زي كذا، في ناس يقول لك ركب له هو، فطبعا احنا نوريه السياره للعميل فصير هو يعني يحدد على رغبته يبغى يركب ولا لا. في عاده كثير من السيارات يجي فيها جنطه صغير، بس هنا عندنا الجنطه كبيره مقاس كامل، فمع انه هذا مكتوب عليه تنبيه سرعه 80 كيلو. لا هو لازم يحطوا اللصقه دي، بس هو الجنط اصلا اختياري ده، فاحنا حطيناه مع السياره على اساس انه دائما الجنط حقه يجي بالفرامل الرياضيه صعب تلاقيه وما حيكون عندك سبير. يعني عموما اللي ياخذ الجنط ده قدامه هنا ممكن يحط كيس طماطم هنا وكيس مثلا ليمون هنا، وهذا هو كل اللي عنده، يحط اي شيء باقي المقاطع يحطه جوا السياره. بس انت هنا الفكره انه بنعطي العميل الجنط حق سيارته على اساس هو بعدين ينزله من السياره، بس الاغلب انه اديته بدل ما تاخذ سياره رياضيه ما يكون معاها جنط. أيوة يعني الوكاله. أيوة. بعذر انه هي بفلات ترى انه فلات تايرز او غيره. تمام، اقدر اتمنى ان شاء الله نكون. شكرا فيصل اول شيء حبيبي، الله يكرمك. بعد 3 سنين انت بالك الشلب الاولاني والشلب الثانيه، واتمنى كذا ان شاء الله اقدر اديكم مشاهده جدا سريعه شويه على السياره، وان شاء الله لين جينا فرصه نجربها بعدين ونطلع الجنون اللي في راسنا مش كذا. ان شاء الله قريب حتكون في سياره ان شاء الله رب. اول عميل لنا الله يكرمك رب، وعد انه يعطينا السياره تكون تستر باذن واحد احد ان شاء الله. تسلم فيصل، الله يرضى عليك.